أهلا بكم، أنا محمد علي وفي حلقات The Futurist. إحنا في الحلقات الماضية كنا أحدى الحلقات استضافنا فيها صديقتنا العزيزة سمر رؤوف، Founder and CEO of Communicate and CBR Cairo Business Radio، اللي مشكورة. إحنا حلقاتنا كلها Futurist Powered by CBR. اتكلمنا على الـ Public Relations وكان اللقاء عام كبير كده، لكن النهاردة قلنا لا، احنا محتاجين ناخد تفاصيل أكتر، ناخد الرحلة بشكل أعمق، بشكل احترافي نموذجي زي ما بنقول كده. يا هلا، أهلا بيك. يا أهلا، يا أهلا يا دكتور. والله الله يخليك يا رب. أنا شرف ليه طبعا إن احنا قررنا مع بعض كده إن احنا ناخد سلسلة لقاءات كده، عشان الموضوع قدي مهم وقدي أنا حاسه إنه بيرجع البشرية تاني للبيزيكس بقى. فخلينا الأول ناخد رؤية حضرتك كحد محترف في مجال طويل وفي قطاعات مختلفة، فكرة البي آر أو Public Relations، لأنه الحقيقة حتى الآن even في startups و big corporates ما زال في underestimation to some extent لل PR as a function. فمحتاج أعرف رؤية حضرتك الأول عنها إيه، ليه، فين، مين. واو. طيب، أولا that's my favorite topic، اللي بحس إنه هو يعني مش مهنة، إنما هي أقرب ما يكون لشخصية ولرسالة ولحاجة للدي ان ايه بتاع الانسان. البوبليك ريليشن هو يعني بيزيكلي كده خالص، ان انت بتقرب فكرة او بتسوق لفكرة، لشخص، لمنتج، لتوجه للمجتمع. احنا ليتلي بدأنا نحصره في نمط معين، نمط في لو أنا بتكلم كوربريت فهو نمط البراس ريليز والمؤتمر الصحفي ومتحدث من الشركة يطلع يتكلم عن whatever إحنا البيج نيوز. النمط ده أصبح أولا فقد المصداقية، ثانيا I wonder هل إحنا بنعمل أو بنقيس كشركات الإمباكت بتاعه ولا لا، الريتيرن على الانفستمنت ده ولا لا، لأنه باي ذا واي هو بياخد وقت وبياخد ريسورسز وبياخد فلوس. بس هل البيزنسز بتقف إنها تو ميجر الإمباكت عن كل الانفستمنت اللي حصل ده ولا لا، ولا إحنا أصبحنا بناخد اللي هو أوف شلف سولوشن، إحنا عندنا كذا يبقى إحنا عملنا شراكة مؤتمر صحفي، إحنا إحنا داخلين السوق يبقى ممكن بيستخدموا بس just raising awareness، بس بيقف عند مرحلة الawareness والمعرفة، لكن في استخدامات تانية كتير ممكن يعني for awareness purposes ممكن. however still بقول إن النمط التقليدي ده even for awareness أصبح الفعالية بتاعته قليلة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن أصبح في كلاتر حواليك، distracted big times. ثانيا يعني لو أنا بتكلم على press release، مين اللي بيقرأ؟ وعايز أرجع أقول حاجة تانية، لو أنا بتكلم على press release، the way we draft the press release كمان يعني the way it challenges الهدف بتاعنا. لأن أنا بقعد أعمل مقدمة وبعدين بعمل quotes وبعدين ممكن أقول الخبر أو المحتوى أو core message بتاعتي. إحنا دايما بنقول إن العنوان لازم، لو أنا بقى هتكلم على press release، العنوان it has to sum it all، it has to summarizes the whole فكرة، the whole منتج، لأن دايما افترض إن محدش هيقرأ غير العنوان. and then لو أنا interested في كل الباز الكبيرة اللي انت عايز تقولها لي دي، I'm going to give you the benefit of doubt إن أنا هقرأ أول paragraph. طب تعالى بص على الكليشي بتاع الفورمات، التمبليت بتاعت البريس ريليز، اول باراجراف بتقول ايه؟ ان توداي النهارده اعلنت شركه كذا وشركه كذا، الشركه الرائده في مجال كذا والشركه
you lost me. You lost me. ده أنا يعني اديتك ده بس عشان العنوان شدني, assuming إن العنوان to the point. العنوان شدني فأنا I'm giving you the benefit of doubt إن أنا هقرأ أول paragraph. لو أول paragraph wasted بالطريقة دي فيبقى بالتالي the whole concept is خلاص is gone and your message is lost and never delivered. So PR is dealing with emotion. PR is being authentic. وهنا بقى قصة تانية, احنا خلطنا الـ PR مع الـ advertising. صح. الفرق كان بين الـ PR والـ advertising الـ credibility. كان ان انا بصدق, انا بصدقك او انا بصدق المسج اللي انا بسمعها من whomever الشخص. طيب انا سمر رؤوف CEO بتاعة شركة, طلع بقول ان الشركة بتاعتي احسن شركة في الدنيا. الكريديبيليتي بتاعتي مشكوك فيها لاني I have في conflict of interest هنا, انا مستفيدة. غير لما يطلع مستمع بيقول ان سي بي ار ده انا استفدت منه والكونتنت اللي على سي بي ار is unique. فبالتالي الإفورت اللي أنا بعملها وإن أنا أديديكيت CEO وإن أنا أديديكيت مش عارف إيه, فاين أنت عايز توصل لهدف وعايز الرسالة تتسمع, هي مش كل رسالة بتتقال بتتسمع. طبعا خاصة إن people care more and more about the opinion of others. ما بقيتش فكرة الرسالة مباشرة اللي هصدقك فيها. هو أنت عملت الجزء اللي عليك, أنت قلت بس هي ما وصلتش أو وصلت in a wrong context. فبالتالي فهرجع تاني, فال PR is a part of the communication that deals with promoting a concept, person, product, brand. It doesn't have to be in this traditional, very classical and traditional way of communication. لا, في approaches تانية من خلالها تقدر تقول we are the leaders, من خلالها تقدر تقول our product is very efficient, من خلالها تقدر تقول trust us. basically كده يعني ببساطة جدا. وخلينا نقول بشكل صريح يعني more transparent يعني, يعني انه CBR at Cairo Business Radio بيتيح الفرصة دي لبعض الشركات انها تدي رسالة بغير مباشرة من خلال وعي, من خلال نشر معرفة, نشر معلومة, وتكون الشركة هي سبونسر للمعلومة دي بشكل او باخر بشكل غير مباشر, وبيها بيحصل نوع من الاورنس او getting attention about the field of industry او الاندستري بتاعت شركة ما من خلال بعض البروجرامز ممكن تتعمل. وبالتالي this is one of the channels of the core channels as I think that. ولا هو CBR عمل ايه؟ CBR عمل حاجة لطيفة جدا. انا I claim I am a consultant. I'm the best consultant. So far it's a claim. صح. It's a claim. ادعاء. انا بدعي. انما show me بقى so that I believe you. طيب ايه اللي بيحصل لما CBR احنا بن spotlight على الاكسبرت, سواء الاكسبرت كاشخاص فريلانسرز ككونسلتنتس او كشركات بتقدم بريك ثرو, لما بتتكلم وبتتكلم from your own experience from your deep knowledge, هنا اللي بيسمعك بيقدر يميجر أو يفيريفاي الكليم ده. وباي ذا واي انت مش محتاج تقول I'm the best, لان كل ما هتقول I'm the best كل ما ده هياخد من الكريديبيليتي بتاعتك. صح. وعندك حاجة في الماركتينج عارفينها, عندك الماركت شير which is الشير بتاعك طبعا من حصتك السوقية, عندك الفويس شير انت بتظهر قد ايه against الكمبيتيتورز, وعندك الهارد شير والمايند شير. الهارد شير بقى الناس بتحبك قد ايه, الناس بتحس بالانتماء ليك قد ايه, ده الهارد شير. ممكن جدا ان انت تقول ان مصر للطيران is not يعني في التوب 5 in terms of airlines. صح. عندك في شركات طيران كتير ممكن تكون بتقدم سيرفيسز اعلى, فيها لوكسري اعلى, بتقدم يعني
فاس أكتر. بس الهارد شير بتاع مصر للطيران عندنا المصريين أعلى من أي حاجة. لما هتيجي تسافر أوتوماتيكلي أنت رايح للجزء اللي أنت بتحس فيه بالأمان، اللي أنت بتحس فيه إن this is home، اللي أنت بتحس فيه إن أنت you belong. فتاني إحنا اللي عملناه في CBR إن إحنا ساعدنا إن الكويس يبان كويس. And no wonder no wonder إن الحمد لله يا رب مفيش consultant، مفيش freelancer طلع اتكلم على CBR وكان فعلا احنا على قد ما نجتهد بنحاول ننشور. وعلى فكرة سواء هوست او انترفيو سواء أو هوست او جيست ده حقيقي على قد ما نجتهد بنحاول ان يعني فاليديت الفويسز الفيتشرد على CBR. طيب انا برضو عايز اتدخل في النقطة دي as a tool of communication or part of PR، وبما ان احنا بنتكلم دايما في futurist about the future، ففي we know all that we have the trend of personalization which is industry 5. وحتى CBR انا شايف برضو الناس ما تعرفوش انه CBR للكوربريتس الكبيره، ولقيت ان في سيرفيس معاكي فكره الوايت ليبل راديو للكوربريت راديو، يعني شركه عندها 4000 5000 موظف هم ليش يتعاملوا بالوان فاليو فيتس اول؟ لا ده هو ممكن يبقى ليهم كاستمايزد فاليو عليهم بسبيشلايزد راديو powered by CBR. عايز اعرف اللقطه دي شويه من كوميونيكيت اند CBR، يعني فكرتها جت ازاي؟ أوكي. ايه الطريقه؟ انا طبعا قضيت عمري كله في الكوميونيكيشن في الشركات وجزء كبير من عمري كان في المصانع، والمصانع كان دايما عندنا مشكله ان احنا اولا الجزء بتاع العمال البلو كولرز الجزء ده دايما مش على الايميل. فنو ماتر انت بتعمل ككوميونيكيشن ديبارتمنت مجهود قد ايه علشان توصل الابديتس وايه اللي الشركه بتعمله والاتشيفمنتس اللي عملتها الشركه ومش عارف ايه، بس ده كله لجزء كبير من البوبوليشن ما بيوصلش. وكمان اللغه اللي احنا بنتكلم بيها ممكن تكون مش اللغه اللي هم بيستقبلوها، فبالتالي كان في دايما جاب بين اللي احنا عايزينه يوصل او المسجز اللي بنطلعها and what's really being delivered. كنت بشوف ده في الـ town halls اللي بنعملها ان كان بيتسأل اسئلة للإكزاكتيف، بيتسأل اسئلة، الاسئلة دي هي احنا بعتناها يعني، طب ليه يا جماعة ما بتقولوش؟ لا احنا بنقول بس fine let's face the music who reads. فبالتالي كان عندنا تشالنج ان احنا عايزين نوصل لكل البوبوليشن ده، وكمان عايزينهم يسمعونا وعايزينهم يصدقونا. فقعدنا احنا عملنا كل حاجه، عملنا فيديو، عملنا فيديوهات وعملنا شاشات تلفزيون في كل يونت في المصنع. وبعدين فكرت احنا ما عملناش راديو، طب ده احنا كلنا تربينا على الراديو، الراديو هو اللي بيقولك انت قربت على ميعاد المدرسة، اول ما تسمع همسة عتاب يبقى انت لازم تنزل لان انت متأخر انسعون. فالراديو احنا كبرنا على الراديو، والراديو هيسمح لنا ان احنا نبقى انتر اكتف نكلمهم ويردوا علينا. مش بس كده، الراديو كمان نقدر، مين قال ان احنا اللي هنتكلم؟ هم اللي هيتكلموا. فبقينا بنختار المذيعين بتوع الراديو من المهندسين ومن العمال الشركة نفسها، من ومن شير النوليدج وال يس من دوز هو بيليف دي وير ليفت بيهايند. وطبعا احنا كنا عاملينها عشان السيفتي مينلي، علشان السيفتي مسجز قد كده ات واز كريتيكال، ان قد كده احنا كان عندنا مشكلة ان احنا نوصل. والرسالة الصوتية برضو ليها تأثير عام؟ لا الرسالة الصوتية بقى الرسالة الصوتية قصة تانية خالص. على فكرة بغض النظر عن فكرة الراديو، هو دلوقتي معظم الأجيال الجديدة بتفولو البودكاست، بس هو موجود مع الراديو من زمان. فكرة الصوت أو أي سيرفيس whatever التايتل بقى بودكاست راديو whatever راديو أونلاين، still الصوت البشري هو بيدي روح لمسج معينة. الصوت بيديك مساحة للخيال. مين فينا زمان جيلي ما كانش اتربى على صوت أبلة فضيلة وكان بيتخيل أبلة فضيلة دي شكلها ايه؟ وحافظ كل الحواديت وحافظ كل الأغنيات. anyway اللي أنا عايزة أقصده إن الصوت بيدي مساحة للخيال.
دي حاجة. الحاجة التانية المالتي ميديا، ولما تستعمل حواس كتير ممكن ان انت الحتة الجنوين اللي فيك تبقى لوست، متغطية، مش كل يعني التولز اللي حواليك ممكن انها تساعدك انك توصل رسالة معينة. بس بالصوت صعب قوي انك تكذب. صوتك وانت بتسمع اي حد، صوتك بيبين اذا كنت بتتكلم من قلبك ولا لا. صوتك بيبين اذا كنت انا بضحك دلوقتي، صوتي يبين، انت مش شايفني بس انت عرفت ان انا بضحك. صوتي بيبين انا قلقانة ولا لا، انا بكذب ولا لا، انا عصبية ولا لا، انا بقرا ولا لا، انا حافظة ولا انا بتكلم من قلبي. الصوت بيبين حاجات كتيرة جدا جدا جدا. علشان كده لقوا ان يعني احنا زي ما حضرتك قلت في المقدمة، احنا kind of back to basics دلوقتي. كل ما بتزيد، احنا عملنا الهولوجرام وعملنا الاي ار والفي ار وعملنا يعني التولز اللي حوالينا اصبحت ماسيف. بس لما تيجي عايز في وقت كده تركز وتسمع، قدر عشان تفهم، عشان تتعلم، علشان تتخيل، علشان تعيش مع نفسك، هتستعمل ودنك. طب خليني أجيلك بقى للواقع الأليم وللمستقبل الأكثر ألماً، موضوع الارتفيشل فويسز والإي آي وتأثيره على الحتة دي. حتى الواحد دلوقتي بدأ يسمع فيديوز كتير بيحس فعلاً الارتفيشل فويس، بيحس إن مفيش روح مهما كان. يعني أنت كنت نتكلم من فترة يعني حتة لما حاولتي تسجلي حاجة وتاخد صوتك وتعمل يا ولد اللذينة، في شغل بيحصل يا ولد اللذينة. عايزين نلقي الضوء على الامباكت دوت، ايه اللي هيحصل؟ الناس تدرك ازاي؟ ايه الاثر بتاع ده في الفيوتشر اباوت ذس؟ طيب الصوت طبعا في الاي اي، رب يعني كنت بقى عامله انترفيو مع اتش ار اكسبرت، فبقول له الاي اي ربنا يسامحه والله ربنا يخليه ويكرمه. فالصوت بقى صحيح في الحته بتاعه الارت والحته بتاعه الابداع بصفه عامه هم بيتطوروا بشكل مرعب. بس زي ما قلنا الصوت حاجة من الحاجات اللي هي very authentic، very authentic. لو هتشوف فيديو معمول بالـ AI طبعا انت you can be mistaken، you can be misled، لان كل المؤثرات هتساعدك في ده. بس سبحان الله الـ digital voices بتبان، لان الـ digital، وعلى فكرة انت تقدر تحط فيها emotions. يعني انا اصلا انا بحب اجرب جدا، فانا جربت صحيح العربي في مشكله ان انت تجيب عربي بيتكلم، بس انا تخطيت عنها بكذا طريقه، بالتشكيل، بالبانكتويشن، ان انت تعمل يعني نقط، تعمل علامه استفهام، كل ده بيساعد مع كمان التكنيكال فيتشرز اللي موجوده. بس بيظل برضو ان ما لمسش قلبك. عايز تقدم بيه نشره اخبار ولن فاين، فهنا انا مش هعتبره ان هو تشالنج، انا هعتبره ان هو اتس ان اكسترا تول. يعني ممكن الاي اي تولز تستخدم في الانفورماتيف تو اكزاكتلي الحاجه اللي هي بريسكريبتد. انا ليه لازم اخد من وقت الكائن البشري اللي هو ربنا حباب مواهب كتيره جدا عشان يقرا سكريبت؟ عشان صوته حلو؟ طب تعالى بقى نتكلم على حتة الصوت الحلو. وانا بشوف في الاي اي العربي في تشالنج اكتر من اللغات التانية بكتير، فمش لاقية الاصوات اللي هي تبان انها انرجاتيك. فقال لي would you like ان انت to clone your voice، يعني فانا فاهمة ان انا ايه، انا كده بديله indication للkind of voice اللي انا عايزاه. حطيت جزء من برومو انا كنت عاملاه في سي بي ار علشان بس اوريله ان this is the direction اللي احنا عايزينه. انا عملت انتر، بصيت لقيت صوتي موجود في كل حتة، محطوط بقى ان يعني انا عاملة البرومو ده كان بالعربي حتة صغيرة جدا، بصيت لقيته موجود في كل اللغات، وموجود ان هو this is a sample of descriptive energetic motivational voice. يا ولد اللذينة، يا ولد يا ولد اللذينة، مشكلة. فطبعا ففاين
هنا مشكلة برضو intellectual property. يعني ممكن دلوقتي زي ما حصل دلوقتي في البروجيك الكبير بتاع dead celebrities لما الناس يبتدوا يحيوا الناس القديمة بأغاني جديدة وبالأصوات جديدة ومذيعين طبعا هيستخدموهم, بس still passion still هتبقى فكرة الايموشنال انتليجنس للناس الطبيعية هتدرك ان الكلام ده مش حقيقي. عارف حضرتك لما قلنا في الأول إنه هو لا يزال حتى الآن ليس في قمة الذكاء إنما هو شاطر, فهو بيشتغل على whatever is there, ما تم تجميعه وما تم تسجيله وما تم حفظه ومش عارف إيه. علشان كده لما بنيجي نشوف أم كلثوم وعبد الحليم and others فدي حاجات كلها محفوظة ومتجمعة. فاللي أنا بقوله إن الـ AI حتى في الفويسز وفي التالنت طول ما هي حاجة يعني ممكن إن أي حد يعملها بالتالي مش محتاجة الإبداع البشري, فاين استخدمها, ما تشوفش إنها بتحاربك استخدمها, إنما هيفضل الجزء المتعلق بالإمباكت مع الإنسان هيفضل وهيغلى سعره كمان طبعا جدا لأنه لأنه بيقل. صح. فكل ما هو ماس فاين, بس كل ما هو أوثنتيك and genuine and rare هيفضل دايما مهم. ده يرجعنا النقطة اللي فكرة الترانسفورميشن from tradition to digital. yes. احنا يمكن التكنولوجي خلت مثلا السوشيال ميديا أصبحت هي الموقع الإخباري اللي كل الناس أصبحوا هم بيصنعوا الخبر. برضو فكرة البودكاست تولز والآي خلت كل الناس بقى بودكاستر, كل الناس بقت راديو بريزنتر, ويقدر كل واحد قاعد في بيته ممكن يطلق بودكاست ويبتدي يتكلم بشغف أو بشكل ما عن موضوع ما, فأصبح إتاحة الموضوع as a personalization. ما تأثير ده على الكوربريت بقى PR approach؟ طيب مبدئيا خلينا نقول إن كل ما بيبقى فيه ترند جديد كل ما بيبقى فيه a kind of excitement وكل حد بيحاول يشوف ازاي يستفيد منه. الضجة والزحمة اللي موجودة في الكونتنت دلوقتي لو انا بتكلم على البودكاست, صح, النمبر اوف ابيسودز اللي بتترفع ديلي زي ما قلنا رهيبة مرعبة. بس تعالى بقى نبص مثلا على شركة زي سبوتيفاي اعلنت انها هي بتدي kind of incentives معينة, فأعلنت إنها الإنسنتيفز دي مش هتديها لأي حد ومش هتديها لأي بودكاست. هيحصل نوع يعني الماركت داينامكس هتخلق نوع من الفلتريشن, فهيظهر ناس وهيختفي ناس, وهيفضل البرزيستنت اللي عنده فاليو اللي عنده كلير يعني باثوي, عارف هو ماشي ازاي وعنده بيزنس موديل وعارف هو ماشي ازاي, مش اللي هم الناس كونسيستنسي ما فيش شك كونسيستنسي بيرسيستنت اند ساينتفك اند بزنس دريفن, دول اللي هيكملوا. اذر ذان ذس ما احنا بيما بنشوف زمان ايام الكليبات بتشوف كل واحد طلع له كليب واختفى, ده مش مفروض يقلقك لان السوق بيفلتر نفسه. فأنا مش قلقانة من ده, إنما أنا عارفة إن بالعكس the more the smarter you are the يعني the higher the probability إنك ترايد ال tech wave and to benefit منها. ف يعني مش شايفة إن اللي عنده محتوى المفروض يقلق أكيد, خاصة اللي هيقدر يشتغل على predictive approach أو data, فكرة الديتا اناليتيكال. احنا بنقول دايما ان الفرق بين الليدر والليدر هو الفيجنري اللي عنده فيجن اللي يقدر يقول زي حضرتك كده الايه واتس ان ترين, ايه اللي جاي الترندز بتاعت الفيوتشر عامله ازاي, وبين ناس في السوق. فدايما الليدر هو بيبقى بريبيرد تو ذا فيوتشر وهيقدر ان هو يحمي نفسه ويستفيد من الترندز اللي موجود. طب عشان يبقى لقاء فعال فانا عايز اخد حلقه تانية كمان, استاذنك. والله كويس, عشان احنا كده عملنا فوكس على فكره بي ار من ناحيه التكنولوجي, لكن ستيل اي نيد تو يعني تو جو ديب
inside the relationship of a human being. بقى فكرة الـ human being والـ PR والتطور اللي فيه. فخلينا ناخد حلقة القادمة كمان. خلينا جماعة ايه ده ايه ده ده انا سعيدة ده جدا ده شرف لي والله ده انا سعيدة جدا ايه يعني ان شاء الله. Thank you so much. لا بالعكس بالعكس الموضوع شيق جدا لانه فعلا الـ الناس كلها بتبص دايما على بعد التكنولوجي تكنولوجي تكنولوجي رغم ان هم 3 pillars people process and technology. فاكيد التكنولوجي ليه امباكت لكن ستيل الانسان كانسان ليه يعني ثقل ما في المعادلة في المستقبل. الـ 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 الكور المضمون القيمة هتفضل هي الأهم. التكنولوجي هتخدمها إنما هتفضل القيمة والمضمون هي الأهم. النحاس ممكن يعيش يعني فترة بس مش هيعيش للأبد بس اللي هيفضل يلمع طول عمره هو الذهب. فكل اللي عنده ذهب ما يخافش لأن الذهب هيفضل القيمة والقيمة ستسود إن شاء الله. وبعدين الانفستمنت اللي انت بتعمله كواحد عنده قيمة الانفستمنت ده مش بس لا يقتصر. احنا ليه بنقصر كل حاجة على القيمة المادية إنما قيمة الأثر قيمة الامباكت قيمة الذكرى قيمة علم ينتفع به. دي حاجات بقى يعني أكيد. ختام ومسك يعني دي حاجات إن شاء الله الذهب هو اللي حيبقى بإذن الله. So embrace technology but don't become it. لازم تعود دايما أن أنت إنسان be yourself and your other project as well. دي كلمة الأساسية لكل إنسان بيسمعنا دلوقتي أنه ما تخافش من أي tools من أي technology. وإن شاء الله إحنا لازم نكمل جزء تاني من الحلقة دي. أشكركم كنت معكم محمد علي في The Futurist وانتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة مع سمر رؤوف Founder and CEO of Communicate and Cairo Business Radio. شكراً.